قبيلة لا تدفن موتاها ولا تتخلص من جثمانهم حتى، فإكرام الميت ليس دفنه عند هذه القبيلة. قبيلة التراج في أندونيسيا لا يمس موتاهم التراب أبدا. الموت عندهم عبارة عن بداية حياة جديدة، فعند وفاة أحدهم يضعوه في مغارة ويهتم به بطقوس وعادات غريبة، ويخرجونه كل عام ويبدلون ملابسه وينظفون عن جثته الغبار، تعبيرا عن الحب والمودة وردا للجميل. والبعض منهم ينحت تمثالا للميت يبلغ ثمنه أحيانا 15 مليون روبية، أي ما يعادل 180,000 دولار تقريبا. ولم يكتفوا بهذا فقط، بل يذبحون عددا كبيرا من الأبقار والعجول، يوزعون بعضا من لحمها، والبعض الآخر يرافق الميت لحياته الجديدة. وأنت، هل سمعت عن هذه القبيلة من قبل؟